سلام اخوات، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. حنا درنا البيتزا، ما لان شايف المقادير شحال مره انا درتها لكم. فوكاتشا نفس المقادير. انا غندير هذا هنايا، سميتو اوب باذنجانة، غنديرو فيها هذيك لاصوص ديالها اللي فيها هذه، فيها الطون كما كتشوفوا، والصلصه خلاص راه كلشي كيعرف يديرها. الا بغيتو ديروا شويه ديال الزعتر، انا راه درتو حتى هي كما كتشوفوا راه فيها الزعتر بعجاله، يعني الحد لا كان عندكم الشقه بزاف وكذا. انا قلت اللهم نديرها حيت عندي مهدر، وديروا فيها اللي بغيتو، اللي بغيتو نتوما تقدروا تفنوا فيها كي بغيتو. داكشي الفلفله لا قليتوها، الدنجال شاط قطعوه طريفات، رقيوقين، الزيتون، اللي بغيتو بحال هكذا. شوش بزاف الجناب، خلي واحد الربع سنتيم باش ما تفيتش. حنا غنزوقوها، عندنا واحد شويه ديال الزيتون اللي غنديرو. المهم غنديرو شويه ديال البطاطا مسلوقه كما كتشوفوا، حاولوا غير توركوا عليها باش تشد ليكم، ماشي تبقى يعني تاخذ ليكم وقت. داكشي عشوائي راه كيجي زويون بحال هكذا. هانتوما شفتوا انا عندي شويه ديال القراح، درت جوج ديال البيتزا ديجا في الاول، شويه ديال القرعه مشويه مع طريطقه ديال الزيت العود. هذه اللي قلت لكم راه شويه ديال البصله والزيتون ومطيشه خضراء قطعتها غير عشوائيه، يعني ماشي بقيت كنقطع فيها رقيقه ولا حيدت لها القشره، لا خليتها كما هي، غسلتها وقطعتها رقيقه. وموتزاريلا ضروري الصراحه، الموتزاريلا اللي ما عندوش يدير اي فرماج هو كيبغي. انا